أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان، بنت من؟ بنت أبي سفيان الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الإسلام حتى هداه الله عز وجل. وكانت أم حبيبة قد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، لكن مع هذه الغربة ومع هذا البعد عن أرضها وعن أهلها أصيبت بمصيبة، كما أصيبت أم سلمة بمصيبتها. وإن كانت مصيبة أم حبيبة أعظم، التنصر نسأل الله العافية زوجها، ارتد عن الدين، وفي هذه الغربة وهي بعيدة عن الأهل والوطن، فلما علم عليه الصلاة والسلام بشأنها تزوجها عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في السير أن صداقها 4000، ليست مدفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إن هذا دليل على جواز المغالاة في المهور، وإنما هو من النجاشي أراد أن يكرمها. وهذا ما ذكره صاحب الحاشية، حاشية ابن قاسم رحمه الله. والمذكور في الإصابة لابن حجر أن مقدار الصداق 400، والله أعلم بالصواب، أو 400 أو 4000، لكن ما ذكر في الإصابة يكون أوثق، لأنه كتاب يتحدث عن السير، ولأن صاحبه من الحفاظ الثقات، وقد يكون الخطأ من النسخ إما في الإصابة وإما في الحاشية. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد بزواجه بهؤلاء النساء، أراد من بين الأسباب أن يرفع الحزن عنهن، كما حصل لأم سلمة وحصل لأم حبيبة. وفي هذا رد على من زعم أنه رجل شهواني، حاشاه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الشهوة موجودة لأنه بشر، وقد أعطي قوة 30 رجلا في الجماع، وفي حديث آخر أعطي قوة 40 رجلا في الجماع، لكن ليس هذا هو الهدف. إذ لو كان الهدف والشهوة فحسب فتزوج بأجمل النساء وأصغرهن سنا صلوات ربي وسلامه عليه.